اليوم عم نعمل افتتاح العبارة الهوائية، وهلا افتتحها معالي الوزير الخرابشة. شراكتنا مع الجمعية صلنا أكثر من 10 سنين، عملنا فيها أكثر من مشروع، هذا آخر مشروع، وقبل هيك عملنا معاهم مشروع ملعب للأطفال للزوار اللي بيجوا لعندهم بيقدروا يعملوا سم أكتيفيتي للأولاد الصغار، وقبل هيك اشتغلنا معهم على الزراعة العضوية. اي مشروع اي مشروع له علاقه بالسي اس ار لازم يكون نساعدهم يكونوا سيلف سستينبل، يضلهم شغالين، فاحنا بنساعدهم بهاي الوصفه. محميه غابات عجلون هي احدى المحميات التابعه للجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه. بتمتاز محميه غابات عجلون بالتنوع النباتي والحيواني الفريد، هذا الشيء جعلها بيئه جاذبه للسياحه على المستوى المحلي والمستوى الدولي. اليوم في عدد من البرامج والخدمات السياحيه اللي تقدم في المحميه، من خدمات طعام وشراب ومبيت ومسارات مشي اللي بتربط المحميه بالقرى المجاوره، واللي بتعطي الزائر الفرصه للتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات المحليه، ايضا تسليط الضوء على المناطق الاثريه المهمه الموجوده. اليوم المحميه ساهمت في خلق فرص عمل لابناء وبنات المجتمع المحلي، 60 موظف وموظفة عاملين. تقرير المستفيدين للعام الماضي تجاوز 800,000 دينار، اللي هي قيمة الفائدة لأبناء المجتمع المحلي من رواتب ومشتريات. وإن شاء الله إحنا يعني اليوم كان في عنا افتتاح لمنتج سياحي جديد وهو العبارة الهوائية، اللي من خلالها بتعطي الزائر الفرصة للتعرف على المحمية من الأعلى والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمحمية وكثافة الغابات، وأيضا يعني بتعزز ثقافة سياحة المغامرة لدى الزوار اللي موجودين.